كربه وانقضت. تكفى دقيقه سب. بيض الله وجه عين الجمال الوجيه اللي تبين بالمواقف. بيض الله وجه عين الجمال الوجيه اللي تبين بالمواقف. بيض الله وجه عين الجمال الوجيه اللي تبين بالمواقف. والله ما هذا مو برايم، هذا تتويج يا حبيبي. والله اليوم قررت تغريده دخل ولا حد. قلت اليوم باذن الله تعالى اليوم معنا وداع وفرحه. هذا ليش ما استفدت؟ قلت اليوم معنا وداع وفرحه اليوم الحمد لله ودعنا وانبسطنا. واحد منكم بكنا شره لا يكفينا شركم. الفرحه ان واحد منكم بزق نجم وحقق هدف اليوم. الله يرضى عليك. بس الله تعالى لكم التوفيق والسداد. كان هذا وداع فيا ليت الوداع مثل كل يوم. الله يرضى عليك. والله العظيم والله العظيم اني اقول فرحه. لقيت كل واحد منكم بيحقق حلمه. والله ودي فعلا كل واحد منكم كل يوم يطلع منها يطلع ومنها الحق حقه. اسلم يا عبد الله. في بيت زعيم الشعر سعد رشيد الله يرحمه. الله يرحمه. كان الامل في شوفتك يوم فرقاك الله يجيب موادعك لجي اشوفه. الله عليك. الله يرحمه. هذا ينطبق على هذا البيت اللي عند ابوك. في تاريخ الواقع الله يخلي لنا في هذا المفاعل زعل ما خلى منكم من طيب روسكم. جميع شخص جميع شخص لأن أكثر من حزن وداع. عز الله نص يعلم جميع شخص وقف معي وقف معي لو مثقال درة. حبيبي أبو سحاب الإعلامي أنا أقول جميع شخص وقف معي لو مثقال درة مثقال درة سوى لنا هنا. عبد الله تعرف تقدر خويكم. أنا أقول والله العظيم لكم على يدين في رقبتي لين أموت. وترى رأس مالي انتم والوجهه اللي موجوده معي الحين. والله انكم راس مالي. والله انا قوله صادق لو خسرتكم ترى خسرت حياتي كلها. والله انا صادق. عندي طلب للجيم خويكم الان ودعوه بابتهاج وبكل فرح. الله يرضى عليك ان شاء الله. يعني ما خلنا نقعد ابشر مسعد ولا الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. دقيقة. انا اطالب من الاداره انهم ما يشغلون شيله وداعيه يشغلون شيله ترى. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. الله لا يجعله معدي الربع. اسمع اليوم خلهم لحظة تحتوا كذا خلاص الحمد لله. هذه فرحة تكفون لا تصنع يعني بعد الوصول وتسدد دينه. اللهم لك الله العظيم. الحمد لله الحمد لله شكر لله فرحة ما يوصف. لبيه معي فكنا من هذا يا أخي. أخذ بشتي من هو؟ طيب يا فهد يا فهد انا ادري ان امي تشوفني الحين. اقول يا امه تكفين 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 ابي سجده من الان شكر لله سبحانه وتعالى ثم اللي وقفوا معي مخارج المنتجع هذا والاخواني كلهم تشوفين قدام ستار كلهم خصيهم وعميهم بالدعاء والجمهور الكريم. نعم الجمهور اللي وقف معي تكفين يا امه ابي لو سجده اخر الليل. انا شكر لله سبحانه وتعالى ثم لهم وادعيهم بالتوفيق 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 انهم يحضرون زواجي كل ابوهم. من اليوم ورايح الجمهور ما عاد يسميهم جمهور. الجمهور اخواننا جميعا. هذا كلام هذا كلام لا عاد اسمع واحد يقول جمهور لان هذه وقفه اخوان ما هي وقفه. اكرر يا شاب الجمهور الوقفه هذه الوقفات امانه في اناكم. شوف بس احترموا الجمهور ده اليوم وبكره وبعد بكره وانتم قدها باذن الله في برنامج وانتم قدها اكيد. لكن الوقفات هذه ترى لا بس في برنامج في اول برنامج برنامج السوق يا سلام الله سلام ما يزال. خذوا خويكم الله يحفظكم. الله يحفظكم. وزعه دايم على توقيتها يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي يذع دصيتها قوة الطيب رصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها فزعة دايم على توقيتها يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي يذع دصيتها قوة الطيب رصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها. أخوي في سلمنا مثل الجبل والمحبة مخفيتها وحظي الطيب مع الطيب وصل واحمد الله دائما ما اخطيتها واحمد الله دائما ما اخطيتها. يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 لي يا لا لا لا. يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي ذا دصيتها قوة
وصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها هو ترجال اللي يشيلون الحمل والمراجل في عيوني ريتها كل منهم قال قول ثم فعل والفعايل واجدة محصيتها والفعايل واجدة محصيتها طيب رصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي إذا عذا صيتها خوة الطيب رصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها فزعة دايم على توقيتها يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي إذا عذا صيتها خوة الطيب رصيد ما يقل فزعة دايم على بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك ابو معيان لو بيض الله وجهك اخواننا اللي تفرجون فينا خلف الشاشه الحمد لله اول مره ابراهيم كلنا فرحانين بنجاح اخونا مسفر بن رميثه هذا دليل وقفتكم وقوتكم انتم والله العظيم لكن تراكم الفرح الحمد لله على الحزن الله يرضى عليه ويقدره مبروك ابو اليوم ما بقول ما فوق حزننا والله ما بقول سلم نجاحاتك بقول انت وصلت قمه النجاح مبروك مبروك يا سلام الله سلام ما يزل بالرجال اللي يذعد عصيتها خوة الطيب رصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها والخوي في سلمنا مثل الجبل والمحبة واضحة مخفيتها وحظي الطيب مع الطيب وصل وأحمد الله دائما مخطيتها خوة الرجال اللي يشلون الحمل ومراجل في عيوني رأيتها عند عبد الله الفريدي نبغى نسمع عبد الله الفريدي انا اقول الله يبيض وجيههم واخواننا من اليوم ورايح ما عندهم جمهور مثل ما قال ابو معيان وابو مانع يستاهل كل خير والف الف مبروك والحاجه الثانيه جاء التمديد وانا اقول هذا باور وطاقه الى نهايه البرنامج ما حد له حتى كول اللي يرتخي هذا ما عنده عذر ابد انا طاقه قلت الكلام يا محمد الله يسلمك تكفون 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 وعنود الجاهي عندكم تكفون 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 وقفت الإدارة وقفتنا معهم والله العظيم يجعل ما خلى منك أنا طالب من الله طالبكم يا رجال لكم على ساق وقدم لين يقوموا داعيهم على الباب بإذن الله لأنهم ما قالوا الإدارة على رأسهم إبراهيم الحسين إلى أخوي زياد الشهري إلى الإعداد إلى النقاد كلهم المذيعين والله لهم وقفاتهم معنا مع علم الله سبحانه وتعالى وذلحين هم اللي بحاجتنا ذلحين وبحاجة البرنامج برنامجنا ابتدى بقوه وانت ايش والله العظيم وش يقول سفر الدغيلبي بور سفر الدغيلبي يشقوا في بيته دخلت يشقوا بقوه في الرمال معك قوه هل معك قوه هل معك قوه السلطان عبد الحميد ومعك صولجان الحاكم الفيصل ها معك صولجان الحاكم الفيصل يلا نبيها ولا نبيها يلا غنوا يلا يا القطوع المواصل يا الكريم اللعين من هو اللي مصر الاتصال يعيش ابو مانع يعيش عبد الخالق يعيش فهد معيان يعيش روغ التميمي يعيش سعود في غيابه يعيش يقول من لا يشكر الله يقول من لا يشكر الله لا يشكر الناس كلمتين ان شاء الله ما بنسيها ان شاء الله انا اوجه شكري ان شاء الله ان شاء الله نقد الحمل اللي حملوني اياه وقد الوقفه اللي وقفوني فيها اخواني الغاليين على راسهم اخوي الاستاذ بدر الحسين على حذف غترته وشماغه يقول تكفون الرجال ذا نبي في برنامج وجربوه في بدل برنامج ووقف وصال وجال اخوي بعد غالي اخوي تركي الدوسري جملت ووقف اخوي وائل خوالي كلهم عشموا فيني الطيب الكلام الطيب والوقفه الطيبه اقول ان شاء الله يا رب يا كريم كاني قصرت هذا من الشيطان وكاني كملت شايف هذا توفيق الله سبحانه وتعالى وعسى نعد حسن الله للجميع ان شاء الله الله يوفقك ما يقول لك يعطيكم العافيه يا شباب بيض الله وجهكم ودع اخويكم تعال فقره خذ كاش نبغاكم في جلد جديد التوفيق يا جماعه ايش خذ كاش
ما تموتون ان شاء الله. فرحه اليوم من علم النقل. الله يوفقك. والله تكفون تكفون خلاص بالابتسامه تكفون. اني فرحان والله واني مبسوط. من طيبكم احبابي. احبابي. الله يوفقك. الله يسلم امرك. والله بيض وجه الجمهور اللي يوضحه وانت تسلم. والله اني مبسوط جدا جدا. الحمد لله رب العالمين. الله يوفقك ويا حبيبي يرزق بالرزق الحلال. امين. يا حول ما حد بك عليه يا حول. حبايبي صراحة واحدة وحدة واحدة وبيض وجهكم. تستاهل والله كل حدكم هذه شعبة ان شاء الله يبلغ لكم اللي تبونها ان شاء الله. العلم الطيب يظهر صاعد. لان البرحه اليوم طلعت علينا ان شاء الله. جيت انا وياك على سياره واحده المره هذه بطلع لحالي. البارح صار البارح ضحك طلعت ما ادري وش ورايا الحين. شرف شرف والله العظيم. الله ما قدر الله ما قدر. ما جاتي اي اي انا يا هذا يحسب اي لا لا حبيبي شكرا والله يجعلني قوي الله يستر عليك والله يا عيال قوه الطيب رصيد ما يقل خلاص ما عاد ما عاد يا السلام ما عاد خلاص اي صيتها قوة الطيب رصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها فزعة دايم على توقيتها يا سلام الله سلام ما يزل الرجال اللي ذاد صيتها قوة الطيب رصيد ما يقل فزعة دايم على توقيتها أخوي في سلمنا مثل الجبل والمحبة واضحة مخفيتها وحظي الطيب مع الطيب دائما مخطيتها احمد الله دائما مخطيتها يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 لي يا لا 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 يا سلام الله ابو شايع نودعك الله ما ابو شايع يقول الله يبيض وجه اخواننا اللي شاهموا وما قصروا واتوقع ان هذه مشاعر ابو شايع والله يبيض وجهك ابو مانع ويوفقك وجهك ما يقول ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك هذه فرحه و هلا على فرحه انا على فرحه تو وشت بحاجتين تو وشت بحاجتين بس 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 يلا صف واحد يلا 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 صف واحد صف واحد صف واحد صف واحد صف واحد واحد اثنين والله 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 اني مرتاح نفسيا ومبسوط نفسيا اقسم بالله العظيم اني بخاطري لو ادري منكم كل ما تدخل في قلبي اقسم بالله اللي 47 راضي اني راضي ومرتاح ومستانس ان الله ما قالوا رزقني باخوان مثلكم والله نقولها صادق والله نقولها صادق اي والله بدر اخوان مع دبيهم خاص ابيكم بعد ابيكم بعد اسمعوا بعدين يا ورا ترى ما بيكون 4 مدر اخواني معي اخواني معي اخوانكم سمعناك الله نقول ان شاء الله الله نقول ان شاء الله ويسر امرك امين وياكم سلمني على الوالده والاخوان كلهم والله يحفظك ويوفقك ويرزقك بالرزق وياكم ان شاء الله وياكم ان شاء الله والله اني فرحان عسى ربي يحفظك يا حبيبي تكفون تكفون نبيها بابا واحد والله عسى واحدة السلام داعش تسلم على امي عمشة وداعش على خشمي حضر الربع كلهم حضر الربع كلهم النوافة يا النوافة انا اركب مع مين دحين اي واحد اركب مع مين دحين في اربع نوافة اي واحد اسمه الله تكفون احلى طعم تكفون عشان عمشي مجي خواصم تكفون احلى طعم تكفون عثمان رح رح كنت غالي لك فزعت دايم على توقيتها أخوي في سلمنا مثل الجبل والمحبة واضحة مخفيتها وحظي الطيب مع الطيب وصل وأحمد الله دايما مخطيتها وأحمد الله دايما مخطيتها يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 لي يا سلام الله سلام ما يزل
قوتك طيب رصيد ما يقل فزعت دايم على توقيتها هو ترجال اللي يشيلون الحمل والمراجل في عيوني ريتها كل منهم قال قول ثم فعل والفعايل واجدة محصيتها والفعايل واجدة محصيتها يا لا 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 سلام ما يزل الرجال اللي نسيتها قوة الطيب رصيد ما يقل فزعت دايم على توقيتها سلام ما يزل بالرجال اللي إذا عذصيتها خوة الطيب رصيد ما يقل فزعت دايم على توقيتها فزعت دايم على توقيتها يا سلام الله سلام